السلام عليكم الاخوان، كما كتشوفوا هذا هو واحد الفليسات كنا بناهم صديق ديالي، قريب ليا النيت كنداهم صغار تبارك الله، دابا راه واصلين شهر ونص، داهم على 21 يوم في يوم ذهبي، اللهم بارك سلعة نقية. بالنسبه للاخ عبد الغني راه خداهم ما دار لهم لا سخونيه لا والو، باش على 21 يوم وخلاهم منهم السطح، ولكن مصارع داكشي صراحه ما قالكش، تهبط عليهم غالي يريدو هادو هما في راهم تهبطهم في الليل وش يدخلوا الفلاس هنا. يا واحد الرئيسات شي فين زي دخلوا تبارك الله فلوسات، اللهم بارك طالعوا زوينين. كاين شنو تقول لينا اخو عبد الغني على هادشي؟ كيفاش دايره تجربه ممتازه بالنسبه للناس اللي تيطلبوا السخونيه؟ واش الصراحه اخويا هادشي السلاله مزيانه وعندها مناعه، والله ما بارك هادشي راه مبروك وشكرا اخويا انك عرفتينا على هاد السلعه هادي، حنا ما كناش عارفينها والحمد لله هذاك الشيء غادي نجي. سي عبد الغني راني عطيته معاش في هاد السلعه ماشي بها ليا. سي الله يسخر لك اخويا عبد الغني، اللهم بارك وتبارك الله، خدا سلعه كامله باقا صغيره في بلاش واحد، خدا 100، عطيتك 101 ولا 102؟ 101 عطيتو 101 وتبارك الله راه باقا 101 واخا خداهم صغيبري، الله يسخر ليه وتأقلمو مع هاد الجو هنايا، البلاصه تبارك الله راه كبيره يعني قادر يكسر، باغي يزيد شي حاجه اخرى ان شاء الله مما يوجد الفلوس. انت الوليد ديالو داير ساد غريغر، الناس اللي تعرفوا غريغر ها هي، ودايرين هنا خزينه ديال الحمام ومنوع السطح. هو ان شاء الله باغي يخدم على البيض سي عبد الغني، الله يسخر ليه، راه الابناء ديالو اللي مقابلين هادشي، عندو وليدات صغار ومقابلين تبارك الله هادشي، الله يسخر ليه وليداتو السلعه ديالو.